السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. شكرا، كلام طيب اللي تخليوه لي دائما الفيديوهات. شكرا كثيرا كثيرا. بعد الفطور اذا، فاذا ما كانش عندنا الخضره نمشيو نشريوها، ولا كانت شي حاجه لابد نشريوها باش نديرو الغداء. وانا درت اليوم بطاطس حلوه، بطاطا الحلوه درتها في هذاك الفران. المهم هذا راه سميتو واحد هذاك المتجر نتاع الخضروات نتاع اللحم نتاع الحوت، كلشي كنشوف ما تشرب لا الخضره تما، وكيبيع حتى الكراكيب حتى هذا الحلزون. المهم هذيك البطاطا الحلوه اللي كنت شريتها غسلتها ملي جينا للدار، اذا غسلتها. ملي غسلتها درت لها تقبتها ودرتها بابي سلفيغيزي وبابي الومنيوم حتى التالي، حتى ندير عليها مزيان بابي سلفيغيزي باش ما يوصلهاش ديك البابي الومنيوم. اذا فدرتها في هذا الصحن نتاع ماشي واحد الصينيه مبلعه، درتها في هذاك باش نديرها في الفران، وفي الفران تاع الحطب قلت علاش غادي نضيع الضو. وهذه هي اليوم غادي ندير هنايا النار، غادي ندير فيها وهذا فرن تاع البيتزا، شعلت فيه النار درت فيه الحطب، ومن بعد باش تشعل النار مزيان وخليتها تشعل، ومن بعد درت فيها داك البطاطي الحلوه. هذا فرن البيتزا كنت طيبت فيه ديجا البيتزا وطيبت فيه الخبز. اذا ملي شعلت النار ايوا درت فيها هذيك الصينيه ومسدوده وفي هذيك البطاطا الحلوه، ومن بعد صافي طابت ما شاء الله، كانت لذيذه لذيذه تبارك الله. هيا تبارك الله طابت ما شاء الله، لذيذه لذيذه وحلوه تبارك الله، وهذه فيها الفيتامينات ما شاء الله. شكرا لمشاهده، سلام.